في اليوم تزيين في دار خارجي المكتبة المركزية. حاولنا نشتغل رسومات قدر الإمكان حاكي أكبر عدد ممكن حضارة العراق، التنوع البيئي بالعراق الحضاري والمدني. هو مثل ما قلت قبل شوي، احنا الرسمات اليوم اللي هي تقريبا 6 أو 7 رسمات، هي رسومات حضارية قسم تمثل بيئة، بيئة الأهوار، بيئة النخيل اللي موجودة بالعراق والبصرة. هذه هي المنارة، منارة الإمام الحسين. استخدمنا ألوان متضادة حتى نطلع نتيجة حلوة، والألوان اللي استخدمناها بنترات. نعم، استخدمنا الأسود والنيلي للخلفية، لأن يعني كون إنه يعني الظلام. بهاي الرسمة هنا اليوم رسمنا اختارينا لاماسو الثور المجنح المعروف بالفن العاشوري او الحضاره العاشوريه. كلمنا اكثر عن مراحل الرسم على الجداريات، المرحله الاولى ومن ثم الانتقال الى التلوين. تختلف طبعا مراحل الشغل على الجدار تختلف عن اللوحه المسنديه، خلينا نقول عليها اللوحه القماش. بدت حملتنا التطوعيه بتجميد شارع البصره من ملعب الميناء الرياضي، ان شاء الله القادم افضل. شنو شاركت اليوم؟ اي الرسمات راح ترسم؟ شاركنا طبعا مشاركتي هذه الجداريه للجسر الايطالي منظر غروب، والعديد ان شاء الله من الجداريات.